السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دار وديكور. اليوم غادي نوريكم كيفاش فضاءات مشتركة نخلقوا فضاءات خاصة، وغادي تكتشفوا نصائح المختصين لتغيير فضاءاتكم. مع مهدي غادي نصوبوا بيرو متميز، وغادي نتعرفوا على الفنانة التشكيلية إلهام العراقي العماري، ومع سلمى غادي تشوفوا كيفاش تستغلوا فضاءاتكم الضيقة. تابعوني. ضيفة هذه الحلقة فتحت لنا أبواب عالمها الخاص، وعرفتنا برقي أعمالها والأفكار الكبرى اللي كتشتغل عليها واللي جمعتها كلها تحت عنوان كبير، سفل أو نفس. إلهام العراقي العماري، فنانة تشكيلية مغربية، كنشتغل بالأعمال الزيتية والأعمال ديالي أبستريت تجريدية، وهي صباغة زيتية على القماش. كنشتغل على ثلاثة ديال المواضيع. الموضوع الأول هي النور الوهاج، وهي عبارة عن سلسلة من لوحات زيتية على القماش تجريدية، وللعنصر ديال الضوء كيغلب عليهم كلهم. الموضوع الثاني هو الوقت اللي كنعبر عليه بزاف ديال الطرق، ماشي غير لابدا صباغة زيتية على القماش، لكن نعبر عليه بواحد ميكانيزم كنعبر عليه بديزانستالاسيون بديسكولتور. مثلا بالنسبة للوقت، كنقدر تلقاي عندي مثلا ان سابلي اللي خدمت فيها الغربال بوصية، كيف نقولوا عندنا احنا، اللي عنده العيون ديالو كبار، وباش ملي تهبط هذيك الرملة تهبط بدان سلكو باش تبين لينا كيفاش الوقت، السرعة ديال الوقت كيفاش كيدوز. الموضوع الثالث هو موضوع ديال التسبيح. علاش سميتو تسبيح؟ حيت هذاك الطريقه باش الواحد كيسبح، اشنا هي التسبيح؟ هي كيذكر الله، كيعاود كيحاول كيتعمق في العلاقه ديالو ما بينه وبين اللي خلقو. انا هذيك عندي ديما عايشه بها، كنعيش بها بزاف، وجاتني ما ليها بدا ندخلها في الاعمال ديالي، حيت كونتينيتي ديال داكشي اللي كندير، ما يمكنش نخلي داكشي في نفسي هو كبير، ماشي شي حاجه صغيره. يعني كنلاحظ في نفسي دائما، يعني في الصباح في اي وقت ملي كنجي نشوف راسي كنلقى راسي راه كنبقى بلا ما نحك. يعني كنترجم الله ان شاء الله نمشي بعيد فهاد سيت اون باسيون، حيت هادي سي با ماشي شي حاجه جاتني غير نو سيت اون فري باسيون. زعما شحال من حاجه خليت وداكشي باش نتفرغ كليا لهاد، حيت استراسي اي حاجه كنديرها ما غنلقاش فيها راحتي، غير نرجع لهذيك لا باسيون ديالي. اذا كنترجم الله ان شاء الله ربي يوفقني في هاد المسيره ديالي. Changement radical. Pas clair du coup. بزين تبارك الله عليكم، كلشي تبدل. كا
كتظن انه خوك غادي يعجبو الحال. انت عارف خوك مزيان وهذا لو ستيل داكشي ولا مودرن واش داكشي غادي مع الشبابيه ديالكم داكشي جون ياك. C'est tout. Maman, que j'ai tout très bien. Merci beaucoup. C'est ça. C'est quoi que l'aille. J'imaginais pas comme ça. Ça a complètement changé. Il y a plus de couleurs, c'est plus lumineux. Avant, je trouvais un zama mouchkila kbira. Zama c'était grand. Ça me ressemblait pas trop. Et d'abord ça a changé. Ça c'est devenu bien. لمسات التقنية والمهنية الفريق دار وديكور تغير شكل الفضاء المشترك اللي كيجمع الإخوة بثلاثة وتقسم الفضاءين مختلفين كل واحد فيهم عنده خصوصيته وتعكسات الروح الشبابية في الفضاء من خلال الدقة في اختيار الأكسسوارات والتفاصيل اللي توزعت بشكل مدروس ومتقن. غيميون ارتستيك حلقه رقم 4 ديال ارتستيك بيت نعس فوالا شنو واحد طونيس